السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما درس جديد في مادة النشاط العلمي؟ ما حيوانات محيطي؟ خلال هذا الدرس سنتعرف حيوانات محيطي ونميز بين الحيوان الأليف وغيره. لاحظوا جيدا هذه الصورة، وهي تمثل الكلب والقط، وهما صديقان للإنسان، وهي حيوانات تعيش في محيطنا. من خلال هذه الصورة يمكن أن نطرح تساؤلات، من بينها التساؤلات: ما حيوانات محيطي؟ في محيطنا توجد عدة حيوانات، وللتأكد من صحة الفرضية سنقوم بإنجاز النشاط التالي. في محيطنا تعيش عدة حيوانات مثل القط، الكلب، والحمام، والبقر، إلى غير ذلك. في هذا النشاط لدي بعض الصور خاصة بالحيوانات وأسمائها، سنقوم بربط كل صورة باسم الحيوان الذي تتضمنه. نبدأ الصور من اليمين. الصورة الأولى لجرو، الصورة الثانية لماعزة، الصورة الثالثة لبقرة، الصورة الرابعة لحمامة، ثم الصورة الخامسة لقطة. إذن لدينا في محيطنا حيوانات متنوعة، منها ما يعيش مع الإنسان نسميها حيوانات أليفة، وبالتالي نستنتج بأن حيوانات محيطي متنوعة، بعضها أليفة تعيش مع الإنسان، وكتطبيق للدرس نقوم بإنجاز النشاط التالي: نضع علامة في خانة الحيوان الأليف، والحيوان الأليف هو الذي يعيش مع الإنسان.